أثابكم الله. يقول السائل: هل نقول أن الله مستو على عرشه بمماسة أو بغير مماسة؟ مماسة هذه من عندك، ما جاءت في القرآن. قل استوى على العرش كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا تقول بمماسة ولا غير مماسة. نعم، هذا ما ورد في القرآن. ونحن لا نقول على الله بغير علم إلا ما قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نثبت الاستواء على العرش حقيقة كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى.